السلام عليكم ورحمة الله، أهلا مرحبا فيكم. حلقة جديدة من الموسم الثاني من فاكتوري. آخر مرة سوينا مصنع البترول إذا تذكرون، سويت شوي تعديلات، أنا سويت خط الإنتاج الحديد جديد وشوي برونز جديد حق مصنع الإلكترونيات، بسوي واحد ثاني بعد، بس أساس إنه شو نسوي، نجهز حق تمديدات التطورات اللي جاية. هذا بلوبرنت مالنا، وبرد بسوي لكم شو نفس المخطط اساس تشوفون اللي سويناه. اللي يذكر الحلقه الماضيه اشتغلت فيه شوي وقلت بنكمل الحلقه الجايه، والحين استويت الحلقه الجايه. كل اللي نحتاج ندخل عليه برونز وبلاستيك وهاي الامور، ونتبع البلو برنت لين نخلص صديقنا هني. اشوف اوكي كيف بيشتغل. مية مية، تعال انت هني، انت هني، يبالنا من هاي الكيابل. اول شي تسوونه تشيكوا الانتاج. انا بعد ما تأكدت لكم كيف المفروض انه اصلا ينسخ الفورمولا، خلنا نجيب شفت كليك كل شي ما يستوي. الاحمر عندنا مستكفي. المصنع قام يستوي وايد ضخم، يعني ضخامة مش طبيعية ترى، على فكرة يعني ضخم ضخم. انتاج الاخضر منه وفيه 2 3 4 هاي كذا بينتج الكترونيات الحمراء. هي شو الحكمة في الموضوع كله؟ هاي ينتج كل نص ثانية، هذا ينتج كل كم؟ 6 ثواني، فهذا الواحد يغطي 6. موضوع بسيط ما يبغى له بعيد. وعندكم الكتريك كبر كيبل، مش الكتريك كبر كيبل، ما يبغى الكتريك، والله يبغى الكتريك كبر. بياخذ من هاي العادي ينتجون كل نص ثانية بعد، ويكفي الكل يعني الانتاج عادي، مش قضية. خلنا نسوي من هاي موجود عندي. اوكي اهم شيء التوزيع يشلون صح ويعقون شو صح. اذا سوينا توزيع غلط مصيبه. انا مجهز سمان كله، المفروض ما نطول الحين ونمد الخط حق المصنع الجديد. ترى بشتي صناعه البحث العلمي الجديد تي اوتوماتيك، بس كل شيء قمت اسويه في هذا الموسم، هذا كل شيء عباره عن من الحجم ثقيل خلاص، ما في شيء اسمه خفيف خفيف. الا هذا خلص علي الله يسامحه. وهنا كل شيء شغال، البحث العلمي. خلنا نسوي لنا بحث موديلات، طلع لنا سبيد موديل، نسرع الانتاج حق شيء، نسوي شيء، نضبط الامور. عندي 200، خلي 300. سبلتر عندي 30، ابا 50، ابا ما نحتاج على فكرة كل شيء سريع، بس احس بطرة يعني عادي. يا سوي ما اعرف كهربا كم بتكفي، كهربا كم بتكفي وايد صراحة، لانه وايد قاعد ابني وايد. وين وقف عندي انا؟ هي هني. لحظة هو سبيد موديل، ليش عندي بالضبط اختلاف الميزانية؟ احس بعرفه من الشغلة، بنعرف اذا في مشاكل ولا ما في مشاكل. برودكتيفيتي
مش مشكلة، بس خلينا نعطي تراش ستريت لوجيستكس، لأن المفروض قريب نبدأ نسوي ال لحظة عندي ناقص هني روبوتات، في احتمال كبير ان شو نحتاج هذا، هذا بالطريقة هاي، هذا بالعكس، هاي بهاي الطريقة، هذا بهاي الطريقة. على فكرة المخطط وايد حلو، very nice very nice. هاشتغلوا كلهم، بس باقي لنا توصيلات. لحظة، هاي هو يكون بالعكس، سوري. كيف تعرفون انه فل الحين؟ يوم بيبدأ انتاج، شوفوا قام يبدأ انتاج الحين. نحن نحتاجها حق شو؟ حق منتج لنا. هسير سيرج حق الافشنسي موديل اظني، وركر روبوت سبيد مانبا، تنزي اكوميليتر زين يجمع لنا كهرباء. بس الحين لوجيستكس هذا بعد بعيد، انا قاعد اسوي ابحاث وايد سريعة وللحين ما سوينا حتى هذا. نحن الحين في الدرب ان نسوي هذا، درب المنسف هذا بس. المشكلة وين؟ المسافة اللي انا حطيتها من بعض بعاد وايد، فبجيبه هني، هذا لين هني، هذا الخط الحالية يعني. خلينا نشيل هذا، الحين نحن بنسوي بلو برنت شوي بيكون جديد. خلنا الرشاش نزيده. شو اللي جديد فيه؟ انا بخبركم، مش انه موضة جديدة لا، لكن بنفصلنا بلو برنت حق منو؟ حق الموتر. هذا ستيل، ونبى حقه شو؟ ايرون. عشان ننتج حق الايرون حق البيبات، ابى اخبركم المبدا الاساسي كيف بنسوي الحين، كيف نحسب اذا انتم تبون تسوون بلو برنت. شو لازم تسوون؟ ابى اسوي سملتنج لكن مش كبير، اسوي سملتنج صغيرون. ما نحتاج ذاك الاسمنتج يعني الجبار ولا هذا ولا لا، شيء بسيط. هذا هني هاي كل سبعة وايد بعد حقه أظني، توقع سبعة أكثر من حقه، حق هالترتيب هذا يسد كفاية فوق اللي نحتاجه. بس نحط ثمانية أساس تكون كل الدبلات. أبا ستيل موجود، هذا هني، هاي وهني بيكون بداية مصنع منو؟ الموترات. ما نصنع موتر هني، بس شو بسوي؟ حط خطة هني كالعادة،
خط من كرسو، خط هني وسبلتر طبعا. ما فعليا ما احتاج سبلتر على فكرة، بس انا حطيت سبلتر ليش؟ احتياطا للمستقبل. هذا يعني تعرفوا خلاص، تعرف اظن عرفت سيستم السمنتنج اللي نحن نسويه ترى، يعني مش قضية. الحين ببدأ احسب وياكم، شوفوا حق الالكتريك موتور نحن كم يبغى وين ستيل بليت؟ هو 10 ثواني لين يسوي الواحد. نبغى بيبين وشو؟ وايرون جير ويل. البيبي باله نص ثانية، ونبى 2 في الثانية. حلو، يعني نبى 2 من هايل حق منو؟ ساعدوني، حق البايب، لأن نحنا حق العشرة هاي لا بنحتاج واحد بس، إلا إذا بسوي 10 موتور ستيشن. 10 موتور ستيشن وايد بيكون أوفر كله بيكون، لأن 10 ثواني واحد يكفي لين 20 أظني، المفروض حتى مش 10 على فكرة يعني. واحد حق منو؟ حق يعني كل نص ثانية قاعد يستوي عندنا انتاج حق حبة موتور، وهذاك يحتاج كم ثانية؟ 10 شو ثواني. هذا البيب، وهذا شو هذا موتور يحتاج هاي، بالاضافة الى ستيل موجود. هذا هنا، هذا يبنى جاهز. يعني نحن الحين شنو بنسوي؟ نبى ننزل هاي اللي هني، اوكي هذا الخط شو يسوي لنا؟ هذا بيسوي لنا مثلا ويل، هذا بيسوي لنا البيبات، هذا بيسوي لنا بيبات. هنا نص ثانية، وهنا نص ثانية، نحتاج من حبتين، نحتاج من حبة صح. والحين عندنا الموتور نفسه، شو ناقصني انا حق هذا؟ واحد اثنين ستة بعد يكفي، المفروض هاي يكفون حق 20 موتور، حق 20 محل موتور مش واحد ولا اثنين. اكثر، لكن احنا ما بنسوي هالكثر، ما نبغى هالكثر، ما نحتاج. فشو بسوي؟ ايش صار هذا؟ ما يشلش. اوكي ممتاز، ما يحتاج يشله. نسوي الحين حق المطرات، انتاج المطرات اول اربعة بيكونون لازم ندخل عليهم شو؟ ستيل. اللي هو لا فهم، انا كل 3 عندي جاهزين، لانه ممكن اسوي شيء ثاني. تكتيك شو اسمه مالنا الكترونيك سيركت، ارمي طبقة على هذا على فكرة يعني. والواحد يقدر يكفي مش 4، يكفي 6 واكثر بعد. تشوفون هذا كهرباء، ممكن نسوي نفس التصميم بس حق منو؟ حق صديقنا. قولوا لي كيف، بس اذا وصلت صراحة تعايست، يعني مش انه سالفة شيء، بس
احس ما يبونه. لازم نسوي تي ولا ما يضبط الوضع يا هاي الشباب. لو ما سوينا تي تحسون الوضع لكم عليه يخبص الدنيا من الاخر. بني وسع المسافة شوي لحظة هراويكم بس المسافة نطوف اول شي واحد زين. وغلط الطوف خلي الصراحة بس يمشي يمشي عادي يمشي. حطيه بشكل شو سداسي بوريكم الحين كيف. والنيبل ستيل والحر الستيل بعد تكون افضل لو جينا من تحت مرة دايركت بنزله. أبى أسوي نجمة بطريقة أن عدد المكاين مهما أمدد المكان ما ينقص عندي. عرفتوا؟ بخبركم الحين وين أسوي. تعرفوا قصدي أنا هذا يخطف من وين؟ من هني. شل الستيل عقه وين؟ داخل من هني هني لين هني. حلو ستيل من هني لين وين؟ هني. ستيل عندنا مصرعين لين هني ونوصل الستيل مالنا. هاي ترى بيكون افضل لو نفس الشيء يعني لو هذا يخطف من هني لين هني او من هني لين هني لين هني خلاص. بعدين ارمي مد لو بغيت مشكلة. حتى الحين ارمي الغي هذا تشوفوا هذا يستوي فيه شو بيبات. هذا انتاجه وين يروح؟ من هني اطلع لين تحت. انا بسوي المصنع وين؟ مكان ما هنا ما اعرف ايش بيصير مثلا تبغى صدق بس بيكون مكان قريب. بيكون مكان قريب اساس اني انزل على هذا على طول زين. وهذا بيكون طالع من هني ساير لين فوق المفروض يكون اكثر من كفايه. هذا شوفوا نسوي بلو برنت نحن من البداية. هذا من زيرو نحن قاعدين نسوي مش شو اسمه هني بالنا سبريتر. طبعا سبريتر وايد مهم في الجيم هذا. خلنا نشيلها من هني مشكلة. هذا اصلا المفروض يكون هني اوكي طالع من بعيد. وهذا مشكلة مني من هني ليش ما قاعد يسوي سبريت؟ لان الترتيب كامل غلط. هذا بي من هناك نفس اللي تحت بين بين لين انا سويته بالعكس صح؟ ايه بس ضيقت على عمري على فكرة. كنت مفروض اسوي بدون ما ضيق على عمري. ضيقت على عمري بشكل ما له داعي جدا ما له داعي بس مو مشكلة عادي.
نجيب هذا هني، نجيب هذا وين هني، فهالترتيب يستوي خلاص يصير الأبد يعني عادي. هذا شو بيسوي لنا؟ موتور الكتريك موتور الكتريك موتور الكتريك موتور. انا محتاج اكثر من 8 على فكرة. انا ابغى يسوي لي كل ثانية موتور اللي بيكون 10 من هايل، بس بغير الخط الحين. صبر، بحط سبليتر على الستيل لحد بسوي خط صوب الثاني، مو مشكلة. بس خلنا نشغل اول هذا، خله خلاص، ما بزيده هم، بس هم هذا. زين، ستيل يدخل حلو، بيبات تدخل، منتج يطلع حلو، ستيل يدخل، ركزوا معي، بيبوت تدخل، منتج اوت، كلهم يبون ينتجون نفس الشيء. شوفوها ثلاث منتجات مالهم اللي يبونها. هذا انا احس ان اصغر في مسافة ممكن الصراحة، يعني ما احس ان في تصميم ان اصغر فعلي. انا شو بسوي؟ بسوي موتر كل ثانية، كل ثانية موتر، اساس ان انتاج الجسم يكون عندي عالي. لحظة، على اساس انتاج يكون عندي عالي. ما عليكم، هذا بيكفي المفروض. خلاص هذا المفروض يكفي 10، اي 10 20، لانه يحتاج جير واحد. خلنا نشوف كيف الانتاج، خلنا نشوف الانتاج كيف. شوفوا انتاج شغال. انزين، شو بسوي انا؟ بلو برنت، اذا حد بالبلو برنت بس يخبر. وفى عليه حاضرين. انزين، ومع انه ما يعتبر لحظة فعلا مصنع جديد كامل، جزئي على فكرة، جزئي بس. اوكي، انا سويت له شفت حبة. لحظة، هذا غلط، خلنا امسح، خلنا امسح 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 هذا المباهن. وين صار؟ بس اخو حديد، مو مشكلة. هو اصلا لازم احطهم في الصندوق ونقعهم عقب اصلا، تبا لهم. ايه يس، نفس البوزيشنينج ما يركب. اشوف نفس المكان، بس هذا اللي هذا اللي هني تحت هذا ركب، بس خلاص هذا نغير مكانه في الطريقة هاي. هذا غيره، هذا بيستوي عبارة عن هذا. شوفوا ها، بلو برنت سويناه تو الحين، فرش مرة فرش، بعد ما نحتاج غير. ومفروض واحد كل ثانية، بس شكله بيستوي اكثر من واحد شوي، لان شو ناوي احطي؟ بحطي 4 زيادة شكله، ولو لا بحطي 2، بس بحطي 2 ما بحطي 4، بزيد صفين بس عليهم. نظريا على حسبة، على كل 10 ثواني موتور اللي عندنا اكثر من كفاية، ما نحتاج اكثر خلاص. هاي المفروض ما نباهم. اوكي حلو، نبا عمود كهرباء مكان هذا، مكان هذا، مكان هذا، مكان هذا. هذا خله هني احسن، ممكن ابغى احط شيء عقب، يمكن احط ليتات في البلو برنت واسويها. زين الحين هذا وين بيروح؟ هذا بيروح هني، هذا بيروح هني، والحين هذا ترى اللي تشوفونه
بيكون الستيل. وانا عايبني شكل عسل شي اسوي اثنين يتسكر كأنه كوخ صغيرون. خلنا نصير نبن اندر جراوند بلد في جميل صراحة. هذا اكثر شيء ريحنا في دنيتي الصراحة والله مريح. بس اللي عليكم انتو انه تيبون الستيل على فكرة فقط. شكلي بنزل لكم بلو برنس من الحين. لازم ننزل لكم بلو برنس والله. ما اذا حد فيكم يبا بلو برنت بس يقول لي فنسوي له مو مشكلة. اطبع هذا هني سوينا واحد زيادة. ليش سويت انا اربعة لا ستة ابا مش اربعة. هذا الغير لانه بسوي اثنين زيادة اللي على حسبتنا نقدر نسوي واحد كل ثانية. بعد التخطيط هذا التخطيط هذا مفروض اسوي واحد كل شو كل ثانية. والحين بحتفظ في البلو برنت هذا. انا بسوي البلو برنت عنه وبحتفظ فيه. هذا يوصل لوين والله. خلنا نكمل جبيننا اوكي. الحركة مش 100% صح بس ما عليه سامحوني. هذا هني هذا كيف ناقص لنا كهرب. هذا من منو يحس الكهرباء الثاني. ايه اوكي مكانه صح الاولي مش الجديد الاولي. اوكي الحين المفروض يوصل له بالعكس هذا. اوكي وهذا اللاين في يسويه ينتجون هني كل اللاين ينتجون له منو له هذا. هل تشوف كل مصانع شغالة؟ شو ناقص انك انت؟ ناقص انك ار ار روتيت. وهذا شو ناقص انه؟ ار هذا يطلع هذا اللي عندنا ناقص انه ار. اشتغل البلو برنت مرات يبغاله كم مرة عشان يضبط على فكرة. يعني إذا بلو برنت جديد بالذات تحسب له ها حسبته سهلة كانت مش صعبة. يعني كل ثانية نبغى بس موتور. الحين ما نحصل كل ثانية موتور على فكرة. حسب تقولون مثلا ما في كل ثانية موتور ماشي بس الإنتاج مفروض إنه يكفي كل ثانية موتور اللي هو إنتاج الجير والبيبات. بس ترى حله بسيط. بنزيد الاثنين هني شوفوا لا هني وهني وبيب من هني لهني بيب من هني لهني. وهذا زين. والستيل بعد نحط على سبلتر مو مشكله. اظن بيكفي ان شاء الله. ان شاء الله يكفي. هني هني وارم هني يشل الستيل لداخل وارم يشل بنحط كهرباء الحين بيبات وارم يطلع الانتاج لوين لبرع. وسوينا اصدقائي وش هذا انا اسف. ونسوي شو موتر. الموتر هذا رن باي الكتريستي طبعا لا رن باي الكتريستي وموصل لهني جاهز على نفس الخط. بنحطيه هني هذا بالنسبة له صناعة الالكترونية. تقدر ينتج كل ثانية تتأكد شوي جير نقص معنا مفروض ما ينقص لانه هو يطلب جير واحد حق كل واحد.
بس يمكن بيكفي الحين لان يمكن توي فتحت الخط. خلي اشوف. هي بيكفي. شوفوا يخطف عنا. ها هناك قدفل. ليش يمكن هو ينقص شوي؟ خلنا نشوف ينقص. اذا حد فيهم وقف شغل اوكي. لحظة انت تعال كلكم شغال 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 شغال. لا يحصل على طول يحصل. شوفوا النسبة ممتازة. نسبة ممتازة. بس ليش؟ لان كلهم مش على خط واحد. قلت يمكن شو يستوي، يمكن الجير يبطي على حد فيهم. لكن مكفلهم بيرفكت. مفروض الانتاج الحين يكفي بيرفكت مرة بالضبط على القياس. وهذا بالضبط على القياس. هذا شو اسمه مع ما صنع الستيل. هذا بالنسبة للحلقة هاي. سوينا لكم الالكترونيات، سوينا لكم هالامور، بس باقي بمد الالكترونيات من تحت لفوق. وان شاء الله عقب نسوي البحث العلمي الجديد. نشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة. اوه عندنا الكتر كمان نقدر. نسيت موضوع اصلا، تعرفون هذا موضوع سهل سهل شيء ان الالكترونيات ما نستعملها. المهم نشوفكم في الحلقة القادمة ان شاء الله.